فوق. بالكش ما يولو حاسولا خلدا طينالو صلى على إمة المران قالوه الطبي القربون نترحم عليه باسلوته. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبى آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من قدست بحضورك عرس قانا وحولت الماء خمرا طيبا، أفض على قلوبنا الفرح بآيتك وأهلنا طوال هذا الصيام المبارك أن نتأمل في آياتك وتعاليمك. إلى الأبى آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. بارخ مور لنرفع لنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي بمحبته دعا الشعوب إلى وليمة عرس ابنه الوحيد، وإلى الابن العريس السماوي الذي بمحبته قبل الدعوة إلى وليمة عرس كانا وحول فيها الماء خمرا، وإلى الروح القدس الذي بحلوله يشركنا في وليمة الآب والابن. بارخ مور أبون الصالح الذي يليق له التمجيد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبى آمين. أيها المسيح الابن الوحيد، شئت في مثل هذا اليوم أن تجالس المدعوين وتشاركهم، فأغنيتهم بفيض عطاياك الإلهية، فكما آمن تلاميذك أنك أنت المسيح ابن الله الحي، نحن أيضا نؤمن بك إنك بدل الشريعة القديمة أعطيتنا إنجيلك الجديد، وبدل عصير الكرمة أرويتنا بكأس دمك الفادي. فإليك يا ربنا نهتف على عطر هذا البخور طالبين بشفاعة أمك البتول، وقد استجبت طلبها أن تسقينا أبدا من خمرتك المقدسة وتروينا بحبك السماوي، وليسطع نورك على العالم فيعرف إنك الينبوع الحي وينهل منك، ولتحل بركتك على جميع آلاتنا. بارك يا رب صيامنا واجعله سفرا يوصلنا إلى ميناء الخلاص عيد قيامتك المجيدة. بارخ مور فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد آمين. السماء إني بوجهك كل آن محدق، إن ساب عطرك في حنايا أضلعي
وجذا حنانك في الخليقة يورق. حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يورق. يا مريم يا نايا ألحان السماء، إني بوجهك كل آن محدق. ينساب عطرك في حنايا أضلعي، وجدا حنانك في الخليقة يورق. حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يورق. يا قوتي وحديقتي وسعادتي، فضلك مغلق. يا مريم قبطاني أنت في الخضم الهائج. يا مريم والنجمة والقبلة والزورق. يا مريم إن أدخلت نفسي جراح الحيرة، يمناك تمسكني فلست أغرق. يا مريم يا نايا ألحان السماء، إني بوجهك كل آن محدق. كنت وأنت دائما أنشودتي يا مريم، ولغير لحنها لا يحن مسمعي. يا مريم وإليك صمتي فاقبليه معبرا يا مريم عما أعي وعما ما قد لا أعي. يا مريم يجتاحني جوع إلى الطفولة، انتهت عنك فض حوض مدمعي. أنت السراج السرمدي لهيكلي يا مريم، صار الجمال بوحي حبك مطمعي. يا مريم يا أمي فيك مرتجى ما أشتهي. يا مريم يا مرفئي يا بسمتي يا مرجعي. يا مريم إن غبت غاب الله يا سر الصلاة، لا مستحيل عندي ما دمت معي. المجد لك أيها المسيح إلهنا، يا كرمة حقيقية عصرت على رأس الصليب فأعطت خمرة جديدة وأروت البيع والبشر بمحبة عظمى لا وصف لها. اقبل عطورنا وقونا على الصيام بقلب نقي وتوبة صادقة، فنؤهل للاشتراك في وليمتك المقدسة. لك المجد والشكر ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبى. آمين. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لوميوتو، اترحم علينا. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لوميوتو، اترحم علينا. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لوميوتو، اترحم علينا. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا نصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. فرحت المدعوين بالماء الخمري الريان، فرحنا يا فادينا يوم تأتينا ديان.
يشكر المؤمنون بالماء الخمر الريان، بالحب ينشدون يوم تأتينا ديان. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. مجد لسيد بولس الرسول، تحلم رحم الله على بيير وأبناء الرعية إلى الأبد، أمين. يا إخوتي، إني عالم وواثق في الرب يسوع أن لا شيء نجس في ذاته إلا لمن يحسبه نجسا فله يكون نجسا. فإن كنت من أجل الطعام تحزن أخاك فلا تكون سالكا في المحبة، فلا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح من أجله. إذن فلا تسمحوا بأن يصير الخير فيكم سببا للتجديف، فليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. فمن يخدم المسيح هكذا فهو مرضي لدى الله ومقبول لدى الناس. فلنسعى إذن إلى ما هو للسلام وما هو لبنيان بعضنا بعضا، فلا ننقض عمل الله من أجل الطعام، لأن كل شيء طاهر، ولكنه ينقلب شرا على الإنسان الذي يأكل ويكون سبب عسرة لأخيه. فخير لك أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا تتناول شيئا يكون سبب عسرة لأخيك، واحتفظ برأيك لنفسك أمام الله، وطوبى لمن لا يدين نفسه فيما يقرره. أما المرتاب في قراره فإن أكل يدان، لأن عمله غير صادر عن يقين وإيمان، وكل عمل لا يصدر عن يقين وإيمان فهو خطيئة. والتسبيح لله دائما. مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس، ونفد الخمر. فقالت ليسوع أمه: ليس لديهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعة بعد. فقالت أمه للخدم: مهما يقول لكم فافعلوه. وكان هناك ستة أجران من حجر
معدة لتطهير اليهود، يسع كل منها من 80 إلى 120 لترا. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. قال لهم: استقوا الآن وقدموا لرئيس الوليمة. فقدموا، وذاق الرئيس الماء الذي صار خمرا، وكان لا يعلم من أين هو، والخدم الذين استقوا يعلمون. فدعا إليه العريس وقال له: كل إنسان يقدم الخمر الجيد أولا، حتى إذا سكر المدعوون يقدم الأقل جودة، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. تلك كانت أولى آيات يسوع، صنعها في قانا الجليل، فأظهر مجده وآمن به تلاميذه. حقا والأمان لجميعكم. هي صادقة هذه الكلمة، هي صادقة هذه الكلمة. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الإخوة والأخوات الأحباء، اليوم الأحد 27 شباط، أحد آية عرس قانا الجليل، أو مثل ما متعارف عليه بيناتنا نحن كمسيحيين، أحد المرفع وختام أسبوع المرفع. الذبيحة الإلهية مثل كل سنة بهذا الأحد نرفعها لراحة نفس كل من المرحوم أديب الزرزور وزوجته لويس، أيضا على نية العائلة من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. أول ما ابتدينا بالقداس المرفع كان مسائب عيد الرئيس ملحم بنفس الوقت، بقى ما بعرف هلا اذا مسائب، بس عبال مية كيف ما اجتش نيحك. انما بالوقت اللي انتو فيه حضراتكم محزونين، الله يرحم اللي راحوا، وان شاء الله بتكفوا الايام بالصلاة والايمان والبشارة الحقيقية. توصيات الاسبوع القادم بكرة التنين 28 شباط، تنين الرماد، القداس الساعة 4 بعد الظهر، قداس ورتبة تبريك الرماد، وأذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. إذن بكرة الساعة 4 بعد الظهر قداس ورتبة تبريك الرماد. الجمعة الجاية وكل يوم جمعة بزمن الصوم الساعة 4 بعد الظهر زياح الصليب وصلاة المساء. الأحد القادم 6 أدار، الأحد القادم القداس الساعة 11:00 صباحا بنرفع الذبيحة الإلهية على نية خينا داني نبيه خاطر وعائلته. أما بالنسبة لرياضات الصوم، تعرفوا بزمن الصوم دائما في رياضة الروحية للرعية. رياضة الروحية للرعية بزمن الصوم حتكون الأسبوع الثاني من هيدا الزمن، يلي هو مش الأسبوع اللي فاتين فيه، الأسبوع اللي بعده، بتكون 4/9 والخميس 10 والجمعة 11 أذار الساعة 4 بعد الظهر. المريض الأب طوني حنين الراهب الماروني المريمي. بعد من عيد عليكم لمتابعة توصيات الرعية، لو سمحتوا فيكن تابعوها على صفحة الرعية على الفيسبوك، رعية مارلياس المارونية خربة أنافار. واللي بعد ما نزل رقمه على جروب الرعية على الواتساب، لأنه على جروب الرعية على الواتساب كل التوصيات توصلكن وما في حكي شو ما كان، في بس توصيات الرعية، رجاء حيبعت رقمه أو يبعت مرحبا أنا فلان على رقم التليفون 08-645-120 واتساب، تيصير اسمه ضمن مجموعة الرعية. وهذا الجروب فقط لرعية مارلياس المارونية خربة أنافار في الوطن والمهجر. تحية للي عم يتابعونا بهاللحظات خارج لبنان من أبناء الرعي. كمان بحب ألفت انتباه حضراتكم أنه المناولة على الشكلين أو على الطريقتين، ممكن الواحد بس يقرب للمناولة بيفتح إيديه على هيدا الشكل، الكاهن بحط له القربانة بإيده بيتناولها وبيمشي، وممكن يتناولها بالفم، ما في إشكال على أي ناحية من الناحيتين. نحن بمدخل الصوم الكبير لازم دايما ننبه أكيد، لأنه أبنائنا بالرعية أحبابنا ما في حدا قليل ما بياخد دواء، يعني إن شاء الله ما حدا بياخد دواء، بس قليل ما بياخد أدوية، منهم أنا يعني أخو الرعية، في أدوية الضغط والسكري
والكوليسترول والتريجليسيريد وكل انواع الادويه، بس هدول بيتاخذوا عاده في الصبح وظهر وعشيه. وكلكم سلامة قلبكم اللي بياخذ ادويه لازم يعرف هالمعلومه، انه الدواء ما بيفطر، مش يجي يوقف الدواء الصبح ليصوم، دواء ما بيفطر، والماي ما بتفطر. اذا بياخذ دواء على الوقت اللي قال له عنه الطبيب. الاولويه لصحتنا كلنا سوا حتى نقدر نقوم بالواجب الايماني. اذا ادويه ما بتوقفوها، المي ما بتفطر، بتتابعوا دواكم بالشكل اللي قال لكم عنه الطبيب. هاي اول نقطه. تاني نقطه وكتير مهمه، ممكن في البعض ما بيقدر ياخذ دواء بلا ما ياكل شيء، لانه على الريق ممكن يعمل يكون بشيء بيصير بقرحة، بيصير ما بعرف شو. بهالحالة كمان اخوتي واخواتي ما بيكسر صومه، انما الصوم بيتغير المنيو، يعني ببطل الصوم صوم فقط عن الطعام، لانه اساسا الصوم منه صوم عن الطعام اساسا فقط. بعطيكم كيف الواحد بيعوض عن شيء حتى ما يعذب ضميره انه انا مرق زمن الصوم وما صمت. ممكن يعمل إيمات كبيرة على شكل الصوم تنحسب. مثلا انا راح احكي عن حالي، عادة الصبح انا فنجان القهوة له مطرح مميز بحياتي وبنفسيتي وبكل شيء وبعلاقتي مع الاخرين وبكل هو رابطه باعصابي وبكيفية تعطية مع الناس. انما اذا وقفت القهوة ما راح انضر، اتضايق، حانزعج انه انا وقفت شيء بحبه. ممكن هيدا الصوم اقدم انه صباحا ما راح ياخد قهوة، وقدموا عنية معينة لربنا يعم السلام، لربنا يبعد الضرر، لربنا يحمي عائلتكم وبيوتكم، شو ما كان النية. بقى فينا نقدم هيك شيء، هيدا مثل وجره. قديش في امثلة بتشبه هالشي، بتعملوه صيامكم مقبول. اذا اخوتي واخواتي بدنا نعيش صيامنا مع بعضنا البعض، خصوصي بهالايام الصعبة اللي عم نعيشها، لربنا يضل حط ايده معنا ومعكم ويحميكم وما يعوزكم لحدا، لا صحيا ولا ماديا ولا بأي ناحية إن كان. تنضل عائلة واحدة متآلفة متضامنة، نعيش مع بعضنا البعض ونحزن مع بعضنا ونفرح مع بعضنا ونمشي لقدام. بختم بكلمتين روحيتين. بتفهم يا رينا شو عم بقول؟ برافو. بختم بكلمتين روحيتين أخوتي وأخواتي. الصوم ببلش بكرة بالرماد، وهو زمن يمتد إلى 50 يوم. هي رحلة بدنا نعيشها مع بعضنا البعض من الرماد إلى المجد. ما في رحلة بالعالم تشبه هيدي الرحلة إلا رحلتنا مع يسوع المسيح القائم بين الأموات. وكل باقي أنواع المشاوير اللي بنعملها مشاريع قايلة إلى النهاية وإلى الزوال، وما فينا ثمار. الثمار الحقيقية اللي بناخدها لما بندمج حياتنا بمسار يسوع المسيح بالصوم، حتى مثل ما بيقول مار بولس، إذا متنا معه سوف نحيا معه. ونحن كمسيحيين ما عنا رجاء بحدا بهالمعمورة إلا بالمسيح القائم من بين الأموات. هو رجانا وهو مال السلام قلوبنا، وهو الموعودين بلقائه بعد هالحياة الفانية. كرمال هيك التمرس بزمن الصوم بالتلاقي بالقائم من بين الأموات في آخره هو أفضل عمل ممكن نعمله كمؤمنين مسيحيين في حياتنا. إن شاء الله بيكون صوم مبارك وقداس مقبول مرة تانية، وكل سنة بتجتمعوا وبتقدسوا ويرحم أمواتكم، ونلتقيكم الله راد بتنين الرماد. آمين. نؤمن بإله واحد. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد الموجود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب،
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوط مدبحي دلوه والوط له دم حادي طليوط، وينو بصوغ الطيب وطوخ اعو للبيتوخ وصغود بهايك لوط قوتشو دحلتوخ مريو دابارين وبزادي قوتوخ لي في صلاة وعلايمة الموران قالوهن قابل قربولو نترحم علينا باسلوتو. هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي لاتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع. هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح كل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية أم الله مريم مرمرون مرشربل مرلياس والقديسة ريتا. أذكر اللهم أباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقرب عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. إن جف فينا خمر فادينا يا أمة يسوع، جفي في خمر الدموع تجري من مآقينا، واملئي أجاجينا القلب حبا لا يجوع، نغمة من لحن الخشوع. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبى. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبى. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي بالمسيح. سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا أنتم طوبى للسلام.
بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت والإله الواحد الحق، فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم، قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومه هود أقدم حاشودي لما بيت حاية نساب اللحم بيدا وقادي شوتو بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار سبخوا المنه كل خون هونو داني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقسى وما تيهاب خصو يضحوبي والحي دا العلم علمين. آمين. وخانوا عالكوس ودم زغوه من حمرو من مايو بارخ وقادش يا بالتلميدا وكادو مار سابش تاو من ايه كل خون هونو ديني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشاد ومتهاب حسو يضحو بي والحي دا العلم علمي. وزاد على ذلك هذا الإضاحة قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، لذلك تدرى إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب، فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما رهبها سهل.
أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا. فلنقف مصلين خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. ويجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعليم الضال وعدد أبائنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، مار جوزيف مطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الرعي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. في آية عرس كانا الجليل مريم أم يسوع هي المرأة التي تقف جانبا عند الحاجة، إنما وضعت ذاتها في خدمة الآخرين ليبلغوا السعادة. أعطي يا أبانا مسؤولين المدنيين أن يكونوا وسيلة وقناة لإيصال إرادتك الخلاصية، فيحمل يسوع إلى حياة كل معوز وفقير للحب والخلاص، نسألك يا رب. يا رب ارحم. في عرس قانا الجليل وبعدما أطاع الخدم شهدوا آية يسوع بأعينهم. أعطنا يا أبانا بشفاعة مريم العذراء وجميع القديسين أن نطيع كلامك فنشهد لآيات حبك الدائم في حياتنا. طهرنا بدم المسيح فتتحول قلوبنا من قلوب من حجر إلى قلوب من لحم تنبض بالحياة والحب والفرح، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي إليك يا أبانا السماوي مع قداسة البابا فرانسيس على نية النساء اللواتي كنا ضحايا العنف كي تتم حمايتهن من قبل المجتمع ولكي تسمع معاناتهن وتؤخذ بعين الاعتبار، نسألك يا رب. يا رب ارحم. غافرا للموت المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء، يمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. لك زك المرفوع أكل الدنيا بمحبة وخشوع نحن مننحني. لك سك المرفوع عاكل الدنيا بمحبة وخشوع نحن مننحني. يا يسوع يا يسوع
بك اجمعنا. انت الله معنا، ضلك هيك اجمعنا، وصوبك دوم ارفعنا، كاسو ارفعني. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طاهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. جعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بعتك ورعاياك وديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل؟ ويصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني.
ولا بيدي إلا الوعد ليسترني، والقلب بأحشائي يناديك أشبرني. أشتاق لحضن الآب وعطفه يقبلني. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي. قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني. ولا بيدي إلا الوعد ليسترني، والقلب بأحشائي يناديك أجبرني. أشتاق لحضن الآب وعطفه يقبلني. سميني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء، وسواد الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء. جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء، الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء، فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء، حللا بيضاء. أعطيني الكلام تغني لك حبي، حبي بيبتدي بالعطاء. وأعطيني الحياة والإيمان بقلبي، مرة العمر بينعطى. أعطيني الكلام تغني لك حبي، حب بيبتدي بالعطاء. وعطيني الحياة والإيمان بقلبي، مرة هالعمر بينعطى. وعطيني الصلاة بالي واركع على دراج السماء. واعطيني
توافيك بحالي واعطيني العطا للعطا اعطيني الكلام تغني لك حبي حبي بيبتدي بالعطا واعطيني الحياة والإيمان بقلبي مرة هالعمر بينعطا طفولي الحنان واعطيني السلام لوطني الغالي واعطي اللي راح الأمان اعطيني الكلام تغني لك حبي حبي بيبتدي بالعطا أعطيني قلبي مرة هالعمر ينعطا أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا يا حبيب يا رب يا محب البشر ارحمنا أريد قلبا أنمو من فيض حبه قلبا يبقى لي دوما يشدني إليه قلبا يحب ضعفي لا يخجل به سواك يسوع أريد قلبا يغمر كل جراحي يبدد كل خوفي يطهر روحي قلبا يكون راحتي في من سواك يسوع. إذن إخوتي وأخواتي بكرة تنين الرماد القداس الساعة 4 بعد الظهر يتخلى القداس رتبة تبريك الرماد واذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود يوم الجمعة وكل جمعة الساعة 4 بعد الظهر صلاة مساء وزياح الصليب في زمن الصوم والأحد القادم القداس الساعة 11 صباحا نرفع الذبيحة الإلهية على نية ابننا داني نبيه خاطر وعائلته الأسبوع الثاني من زمن الصوم أربع وخميس وجمعة أي الأسبوع اللي بعد هيدا الرياضة الروحية للرعية رياضة الصوم بحب ألفت انتباه حضراتكم أنه في ثلاث سبوتي خلال فترة الصوم سبت 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 ورا بعضهم ورح نزيع عليكم ونبلغكم عبر الواتساب وعبر صفحة الرعية حيكون في ثلاث مواضيع أساسية بنتمنى على حضراتكم التجاوب والتعاون فيها هالمواضيع بيطالوا أبنائنا وبناتنا من أعمار 13 ل 16 سنة والمواضيع بتتعلق أول موضوع حيكون له علاقة بموضوع التحرش نحن بصدد أنه يكون في متخصصين يعلمون كيف يحكوا كيف يتجنبوا هالمواضيع لأنه بتعرف أولادنا عايشين بمجتمع مليء باللي
أصحاء نفسيا الحمد لله. بقى هالمواضيع بكرة بس نعلن عنه، بدنا نسجل الأسماء ويكونوا حاضرين ولادنا وبناتنا تحت إشراف الكاهن وتحت إشراف الأهل اللي بيحبوا يكونوا موجودين. بدنا نحكيهم عن التحرش وخطورته وكيف يعرفوا يتجنبوه. تاني موضوع له علاقة بميول أبنائنا وبناتنا صوب أبناء وبنات من غير ديانات والتعلق فيهم، يعني عم لاحظ انه القلب ميال بيروح لوين ما كان، بس في محاذير لازم نوعي ابنائنا وبناتنا عليها. بتلاقيهم دغري وقعوا بحب حدا من الضاحيه يعني، او حدا مدري من الجبل، مع احترامنا للكل، بس هيدا الموضوع نحن عنا بيئه خاصه وعنا احنا عائله واحده بصدد انه نوعيهم عليها بطريقه روحيه. انا اكيد انه الاهل مكافين موفيين بتربيه ابنائهم، انما في الزاويه الروحيه هيدي اختصاصنا وحنشتغل عليها، توعية أبنائنا لشو هني هؤلاء الآخرين. والموضوع الثالث كمان هيدا سبق وعملناه مرة واحدة، حيكون له علاقة بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالنا، وحيروح هذا الموضوع على الأصغر من هيك بالعمر، يعني على الأعمار يلي قراب من أول أرباني وأكبر شوي صغيري، ليعرفوا قديش في خطر نترك أولادنا مع أبليكيشنز تطبيقات على الفيسبوك على الكمبيوتر، ممكن تضر فيهم وتزيحهم عن الخط الحقيقي اللي ربيناهم عليها وتضرهم نفسيا وجسديا ومن كل النواحي. حيكون في تعليم بهالموضوع وأكيد تضوية على مدى خطورته. بالمبدأ مفروض أحد الجاي نبلغكم بمواعيده حتى يبلش تسجل الأسماء، تنستفيد من زمن الصوم مش بس بالانقطاع عن طعام والصلاة، إنما أيضا بكل شيء بيفيد أبنائنا روحيا ونفسيا، ولنضل عائلة محمية من كل النواحي. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين.